الحمد لله نبيل النهارده فلوس اتحولت من امريكا وان شاء الله هعمل المشروع بتاعي. ايوه يا عم اي حاجه تجيب قرشين. خلي بالك من المحفظه والتليفون هخش الحمام وباقي. حاضر يا اخويا. اتأخرت عليك صح؟ ولا يهمك يا صاحبي، بس استاذن انا عشان عندي مشوار مهم. تمام، خلي بالك من نفسك. لو سمحت. مع حضرتك. حسابك كام يا فندم؟ حسابي 25 جنيه، بس عاوز اقول لحضرتك. قول. صاحبك اللي كان قاعد هنا اخذ حاجة من المحفظة. اخذ حاجة من المحفظة. كان في واحد صاحبي. أو كنت بقول عليه صاحبي. غيرته وحقته خليته يبص في رزق صاحبه. ها اكمل ولا كفايه كده؟ ليه انا بنت تضحك على صاحبك وتسرقه؟ والله العظيم ما تحلفش ما تحلفش. مفيش مبرر يخليك انك تضحك عليا وتسرقني. انت اكتر واحد عارف انا محتاجهم قد ايه، وعارف ظروفي وظروف اهلي. تعرف ليه؟ عشان انت حتي تكل ولا تتصاحب ولا تتعاشر. كمل وحياة ابوك لك. كمل يا شيخ. انت عارف انا دافع كام لامي لحد دلوقتي في 3 اسابيع؟ 12000 جنيه. وصلت معايا اني بعت كل حاجه في بيتي، حتى الحلل بتاع جهاز اختي، هدوم ابويا الله يرحمه اللي هي اخر حاجه فاضله لي من رحمه. عارف ليه؟ عشان امي هتموت. انت كداب. انت قايل لي ان هي كويسه وقايل لي ده بنفسك. انا امي عندها سرطان في الكبد والكلى، مفيش حاجه نافعه معاها غير الكيماوي. انت عارف انا نفسي ستر اختي وامي عايشه عشان تنبسط شويه، واخد فلوس المهر واجيب لها الكيماوي اللي قلت لك ممكن يطول في عمرها شويه. انا ما ينفعش اخسرك يا معلم، فلوسك هرجعها لك عشان انت غالي قوي عندي، بس امي اغلى.